فآخر نقطة يا جماعة، إن كان نقاط كثيرة جدا، إنه كثير من الناس بيفهم إنه دعوة التوحيد نبذ للأولياء والصالحين بحق، ونحن الموضوع ده ماذا نكثر في الكلام، يكفي بس فيه لأنه الزمن، وإن كان مفروض نفصل لكن الزمن ما بيسعنا، بس يكفي 10 دقائق فاضي، يكفي بس نناقش نقطتين في الموضوع ده. النقطة الأولى، الولي ده منه يا جماعة؟ نحن ده نعرف الولي هو ذاته منه. الولي ده عشان تعرفوا باختصار شديد، تقرأ الآية 60 61 62 63 من سورة يونس تفهم الولي تماما. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. أول شيء أقف مع هذه، قال لا خوف شنو عليهم؟ قال لا خوف عليهم وعلى ولا على البنادون؟ قال لا خوف عليهم، هم ذاتهم هم أولياء، لا خوف عليهم، مش على الزول البناديون، دي تقف معاه، ولا هم، مش البناديون، ولا هم يحزنون. الأولياء ديل منو؟ الذين، ودي اسم موصول في اللغة، دار تعرف الأولياء؟ الأولياء ديل منو؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا، من البشرى الثناء الحسن، ومن البشرى الرؤية الصالحة، ده في التفسير، مش البشرى إنه يطير ولا يدي جنى. يدي جنى دي كفر بالله، ما بذل بيدي جنى. الله قال: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما بذل بيدي جنى، ولا بذل بيعلم الغيب، يقول لك أنا بعرف الرايحة وين وبجيبه وين. الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. الغيب ده ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ده ذول كاهن وعراف ودجال اللي بيقول كلام زي ده. فيبقى الولي يا جماعة النقطة الأولى، ده الزول المؤمن وتقي بنص القرآن، الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. أرجع تفسير ابن كثير، وأرجع تفسير السعدي: من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي. دار تبقى ولي من المسجد داس من هنا، دار تبقى ولي آي سهلة جدا، لا دار تذكرة، لا دار تأشيرة، لا دار قروش، لا دار يكون أبوك فلان ولا قريبك فلان ولا أنت من قبيلة فلان، لكل ما عنده علاقة بالولاية، اللي عنده علاقة بالولاية الذين آمنوا وكانوا شنو؟ يتقون. والقرآن كله كذب، الآيات اللي بتناقش المسألة دي أو بتتكلم في المسألة دي: الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. كن مؤمن تقي. الإيمان وين يا جماعة؟ الإيمان مش في أوجه، في القلب وفي الجسد. طيب التقوى وين؟ مش الرسول قال التقوى شنو؟ ها هنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب إذا الإيمان والتقوى في القلب، أنت بتقدر تقول فلان ولي؟ ما بتقدر. لو شفته بيعمل عمل صالح بتقول أحسب ولي والله حسيب، لكن ما بتقدر تجزم. ليه؟ لأن الله تعالى قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهمت المسألة؟ ولأنه يا جماعة في صحيح البخاري، أسمع الحديث ده حديث واضح في المسألة دي. في صحيح البخاري أن أم العلاء رضي الله عنها، والله الحديث ده واضح جدا، وده بخليك تاني ما بتشكر لك زول ساي، أن أم العلاء رضي الله عنها قالت لما مات عثمان ابن مضعون، حديث ده في البخاري، عثمان ابن مضعون ده أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، الرضع سوا أخوه، عرفت المسألة؟ لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت أمه أم العلاء: هنيئا لك يا أبا السائب، كنية أبو السائب، هنيئا لك يا أبا السائب،
لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأرجو له الخير. صحابي برجو له الخير، وما أدراك أن الله أكرمه؟ قال: لا وراك من وين أن الله أكرمه، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. حديث في البخاري. قال: لا وما أدراك أن الله أكرمه، أما أنا فأرجو له الخير. قالت أم العلاء: والله لا أزكي بعده أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان مادحا أخاه لا محالة، أو دار تشكر لك زول شفته بصلي وعابد وكذا، فليقل أحسبه كذا والله حسيب. قل: أنا بحسب الزول ده صالح، لكن ما تجزم، لأنه الشغلة دي جوا وجوا دي ما بتعلم بها هل هو مخلص ولا ما مخلص. انت عليك بالظاهر بتقول أحسبه والله حسيب. فهمت المسألة دي؟ المسألة الأولى. المسألة الثانية يا جماعة: الصالح ده ما بلغ من الصلاح، ده ليه نفسه. والقرآن قال كذا: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. والله قال لك في القرآن، في ناس قالوا أجدادنا أنبياء في سورة البقرة، ناس قالوا نحن تراه ما شاء الله أجدادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أجدادنا أنبياء. أرجع تفسيري من كثير، رب العزة والجلال قال لهم: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم شنو ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا شنو يعملون. ورب العزة والجلال قال لك في القرآن: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. عشان ما تتعلق لك بشخص، قال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. كيف أنت تتعلق بالله، تعبد الله، تسأل الله، تتضرع لله؟ وقال لك: يوم لا تملك نفس لنفس شنو شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. أوعك تمشي تقول: أنا والله جدي فلان، وأنا تراه شيخي فلان، وقريبي فلان. قال لك: شفت لما ينفخوا في الصور ده شغلة دي كلها بتتفرتك. قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، نسب ماف انتهى، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورب العزة والجلال قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. شوف القرآن ده واضح كيف. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. زول تلقى ملان ذنوب يقول لك: يا زول والله نحن ماسكين في فلان، ترى هو برا يوم القيامة شغلتنا ماشية ماشية. وين هذا؟ أمسك في الله إذا صح التعبير، يتعلق بالله، توب لي الله هو اللي بيغفر لك، هو اللي بينجيك. أخير في الدنيا دي شفت قبل يروحك تمره، قول يا الله أنا غلطت أغفر لي، فلا ستدربك بمره. ويا الله أنا صليت يتقبل مني، يتدربك بمره. يا الله يتجاوز عني ودخلني الجنة ونجيني من النار. كذب تنجو، لكن ماسك لك في زول. قال: ألا تزر وازرة وزر أخرى. لسه قال: وأن ليس للإنسان. والله يا ما عزول بعد ده في كلام أوضح من ده. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأنا أختم عشان الزمن تم. شوف هاي دقيقة واحدة أختم بها بس.
شوف سورة عبس رب العزة والجلال قال فيها شنو؟ قال فإذا جاءت الصاخة، شفت القيامة دي لما تجي، يوم يفر المرء من أخيه، مش الزول المعه في الدرب والطريقة والجماعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. عليك الله الشغلة دي لو ما صعبة، في زول بيجر من أمه أسين جابوا لك دبابة قال لك نقتلك ولا نقتل أمك، بتجر ولا بتزبي، لكن يوم القيامة دي هذه أمك فر بتجر بيجاي ولا حسنة بتدي لك. زول بيجر من أمه بدي الحوار بتاعه حسنة ودي المريد بتاعه حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني الزوجة في التفسير، وصاحبته وبنيه. الخليجر شنو؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن شنو؟ يغنيه، يعني يغنيه عن الآخر ما فاضي. فالناس يا جماعة تتعلق بالله، لا تعلق حجاب، لا تسف لك تراب، والسكر ده إن سفيته كثير بسوي لك سكري مرض، تسف تراب عديل، لا تسف تراب، لا تطف قبة. لأن الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، لا تمش لي دجال تقول لي رايحة وين، ما بجيب لك، تسأل الله بس سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله وتعتمد على الله. صلي صلواتك دي، خلي قلبك ده نظيف، لا تعلق فيه حاجة ولا ورقة ولا قشة، بس عقيدتك في الله نظيفة، بعدين لو مت بتموت على الخير، ولو دخلت القبر الله بنجيك، ولو قابلت بعدين برحمك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. جزى الله خيرا أهل هذا المسجد ولجنته وجميع المصلين على حسن السماع. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.